إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحد ورب شاهد ونحن له مسلمون. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومعلمنا الخير وقائدنا وسائقنا إلى جنات النعيم محمدا صلى الله عليه وسلم، جاء بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف بها الله الغمة، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما دائما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أيها الأخوات المؤمنات، التشريع نزل في فترة زمنية هي فترة الرسالة المحمدية، والتي بلغت 23 سنة، أو بالتحديد 22 سنة و222 يوم. هذه الفترة التي نزل فيها الوحي على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الفترة التي تنزلت الأحكام فيها على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وبلغها للمسلمين ولأمته، بلغت 22 سنة وتزيد، قرابة 23 سنة، وقد تعلقت حتى يقع التيسير والتخفيف بالأمة، وحتى يثبت به قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يقبل الناس هذا التشريع الجديد. لا يمكن أن ينزل عليهم دفعة واحدة، وإنما جاء متسابقا مع الأحداث والوقائع والنوازل وأسئلة الناس. فكان كلما جاء سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين لا يجد له إجابة، هذا السؤال ينزل الوحي، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الساعة قل إن علمها عند ربي، يسألونك فكلما جاء السؤال إلا وجاءت إجابة من النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الوحي وبنزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، دائما يأتي السؤال ويأتي الإجابة، وهذه الإجابة لابد أن تكون متساوقة مع فطرة الإنسان، متساوقة مع طبيعة الخلق، لا يمكن أن تكون فيها حرجا أو فيها مشقة وعادة، بل هي تتسابق مع التخفيف والتيسير والسماحة والاعتدال الذي هو من خاصية هذه الشريعة، شريعة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل عليه الوحي بهذه الكيفية إلا لاعتبارات، فكيف كان هذا النزول والذي يسمى التنجيم؟ نزل منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل آيات آيات، ونزل يعني قطعا قطعا، يمكن أن ينزل بآية واحدة أو ببعض آية، يمكن أن ينزل بآيتين، يمكن أن ينزل بأكثر من ذلك، يمكن أن تنزل سورة كاملة كسورة هود نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه القرآن الكريم، وحين ينزل عليه الوحي، وحين تأتيه الأحكام يبلغها إلى صحابته الكرام، ومن خلال صحابته الكرام يبلغها إلى كل الناس، لأن العبرة كما يقال بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قد اقتضت حكمة الله عز وجل أن يتدرج في تشريعه، أن يتدرج بخلقه شيئا فشيئا لإكمال دينه،
لما في التدرج من التيسير والتخفيف والوقوف على أسباب التشريع، وقد ثبت هذا التدرج أيها الأخوة في الواجبات كما ثبت في المحرمات. حين جاءت الواجبات وأهم الواجبات الصلاة، الصلاة تعلمون نزولها ولكن لا تعلمون كيف بدأت. بدأت الصلاة أولا صلاتين كان يصليها المسلمون، وكان من شاء صلى ومن شاء لم يصلي، فكانت فقط تصلى في فترتين زمنيتين في النهار، فترة الغداة وفترة العشي. الغداة يعني بين الفجر والشروق، بين طلوع الفجر وشروق طلوع الشمس، والعشي ما بين المغرب والعشاء. وكان هنالك من يصلي وهنالك من لا يصلي، حتى علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وعلم المسلمون والمؤمنون أن الله عز وجل نزل على نبيه صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، هذه التي نصليها اليوم، وبقيت صلاة تامة في الحضر ومخففة في السفر. في السفر تصلى ركعتين، الصلاة الرباعية الظهر والعصر والمغرب، في حين أن في سائر الأيام في حالة الحضر، في حالة الرخاء وفي حالة عدم السفر في الحضر، فإنها تصلى كما نصليها اليوم 4 ركعات للظهر والعصر والعشاء، وصلى ركعتين للصبح وركعتين و3 ركعات للمغرب. في هذه الطريقة بدأت تخفيفا بالمسلمين والمؤمنين، لم ينزل عليهم دفعة واحدة، وإنما تدرج رب العزة تعالى حتى يخفف بخلقه، حتى يرفع عنهم الحرج والكلفة. لذلك بدأت الصلاة في البداية تطوعا ركعتين خير في صلاتين فقط، صلاة العشي، صلاة الغدو وصلاة العشي، صلاة الغداة وصلاة العشي. ثم خفف الله سبحانه وتعالى كذلك الصيام، فجعل الصيام في البداية نفلا، الصيام تطوعا، لم يلزم الخلق به ولم يفرض عليهم طلب الفعل فيه، لم يكن طلبا جازما في البداية، وإنما كان طلبا غير جازم، فكان الناس بالخيار بالاختيار بين أن يصوموا وبين أن يفطروا، فمن أراد الصوم فيصوم، ومن أراد الفطر فيخرج عوضه طعاما لمسكين عوضا عن الصوم. هذا ما كان في أول البعثة المحمدية، ولكن بعد ذلك لما جاءت آية الصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، إلى قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم، فجاء الأمر مطلقا من الله عز وجل بفرضية الصيام. ولكن الصوم كان في البداية تطوعا، وكان يصومون، هناك من يصوم وهناك من يفطر، إلى أن جاء الأمر من الخالق سبحانه وتعالى بنص القرآن الكريم وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففرض الصيام على الأمة. إذن في التشريع كان تخفيف وكان التيسير وكان رفع الحرج حتى لا يثقل على المسلمين والمؤمنين، لأنهم إن جاءهم دفعة واحدة بفرائض متعددة لقالوا والله لا نستجيب. حتى أن السيدة عائشة قالت لو نزل قول الله سبحانه وتعالى في سورة تحريم الخمر، في آية تحريم الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عامل الشيطان فاجتنبوه، قالت لقلنا والله لا نجتنب الخمر، لأن الناس تعودوا على فعله، وحين تعودوا على فعله لا يمكن أن تخلصهم منها إلا بالتدرج، والتدرج حكمة، والحكمة من التشريع التدرج. التدرج يعني أن يأتي، لا يأتي دفعة واحدة، وأن يأتي متدرجا آيات آيات وأحكاما أحكام، حتى لا يثقل على المسلمين وعلى المؤمنين. الله سبحانه وتعالى أفين ديسمبر للكورونا، أفين ديسمبر للكورونا
avec une vraie montée, avec une progression. Nous avons fait descendre un coron que nous avons fragmenté pour qu'il utilise lentement aux gens et nous l'avons fait descendre graduellement. Allah subhanahu wa ta'ala fit descendre, fragmenter, disperser le coran dans 23 ans. Si on dit 23 ans, par excès. Mais le juste, c'est 22 ans, 222 heures, 22 jours. C'est le temps de la révélation, c'est le laps du temps de la révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le Coran est révélé à notre prophète, tout doucement, petit à petit, jusqu'aux 23 ans. Pour répondre aux besoins de la communauté, pour faciliter sa compréhension et sa pratique, pour faciliter sa compréhension et sa pratique, pour soutenir le cœur du croyant face aux épreuves lourdes, que la cadre dans la société courachite. Les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala furent révélées progressivement car cela est plus à même d'être accepté et de ne pas susciter l'antipathie. La progression dans la révélation se manifeste, mes frères et sœurs, se trouve son expression dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les prescriptions divines. Dans les prescriptions divines. Je vous donne un exemple. Au début de la révélation, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas prescrit l'obligation de la prière. La prière, elle était au choix de la personne, il fait ou ne fait pas. Mais c'était deux prières au début. Il a instauré deux prières, une prière entre le Fajr et lever le soleil, deux rakats, et une prière entre le Maghreb et l'Isha, deux rakats. On appelle le Ghudhwi ou l'Ashi. Mais au moment de l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit à part entière la prière d'une façon concrète, et c'était cette prière quotidienne par jour. C'était la prière qu'on fait maintenant, qu'on accomplit maintenant, cette prière du Fajr jusqu'à l'Isha. Au début, c'était à la choix de la personne, mais deux rakats, il y avait deux prières, et à certain temps, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam l'obligation de la prière et de cinq prières quotidiennes par jour. Aussi, le jeûne de Ramadan. Au début de la révélation, le jeûne de Ramadan, c'était surrogatoire. Il n'était pas obligatoire. Celui qui veut le faire, il fait. Celui qui ne peut pas le faire, ne veut pas le faire. Juste qu'il remplace le jeûne par une compensation, par nourrir un pauvre. C'était au choix du serviteur, au choix de la personne. Après la révélation du verset du Coran, que Allah a prescrit le jeûne, comme il a prescrit avant, ainsi atteindrez-vous la piété, c'était le verset du Coran de l'obligation de jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prescrit d'une façon finale le jeûne de Ramadan comme une obligation, comme un acte humain qui est inspiré par les prescriptions divines, qui est obligatoire. Il est obligatoire, sauf dans les cas particuliers où la personne a l'excuse de ne pas le faire. Alors le jeûne de Ramadan, il a commencé au fur et à mesure dans le temps comme un acte surrogatoire jusqu'à être arrivé à l'obligation d'être obligé et d'être obligatoire pour tout musulman qui a la capacité et la possibilité de le faire. Dans l'aumône aussi, la sadaqa, la zakat au début était au choix aussi de la personne. Il n'y a pas ce qu'on appelle le nisab, le montant imposable. Il n'y a pas ce qu'on dit, le cadre de l'Ohrish, la partie qu'il faut sortir. Mais c'était à la choix de la personne, au choix du musulman, il fait ou ne fait pas, et jusqu'à le verset du Coran, de Sourate Tawba, Allah subhanahu wa ta'ala dit, prélève de leur bien et le monde par laquelle tu le purifies et le bénis. C'était l'occasion, ce moment-là, et la révélation d'un verset qui a obligé, qui a instauré, qui a prescrit d'une façon obligatoire. Le monde, elle devient une monde purificatrice
obligatoire pour le musulman qui a un montant imposable et qui a une partie qu'il faut sortir, c'est le 2,5%. كذلك في المحرمات أيها الإخوة والأخوات، هذا في التشريع في المباحات وفي الواجبات تدرج الله سبحانه وتعالى فيها، أما في المحرمات فكان التدريج حكمة من الخالق عز وجل حتى يخفف على الناس ولا يحرم عليهم ما كان مجازا لهم ما كانوا يفعلونه من قبل ولا ينتهون بحكم الجبلة والعادة، وإنما حرم عليهم تدريجيا، حرم عليهم لم يحرم عليهم دفعة واحدة وإنما حرم عليهم من خلال آيات متفرقات. نعطيكم المثال في ذلك: تحريم الخمر، وكان الناس متعودين على الخمر، يشربون الخمر بحب الجبلة وبحب العادة وبحب الفطرة وبحب السهلة، كانوا لا ينتهون عن ذلك ولا يقبلون الانتهاء لو جاءهم التحريم دفعة واحدة، وإنما تحريم الخمر جاء في ثلاث مراحل من خلال ثلاث آيات محكمة. الآية الأولى قول الله سبحانه وتعالى: حتى يمهد لهم طريق للانتهاء بين لهم منافع الخمر ومساوئ الخمر. المنافع والمضار، قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ثم قال بعد ذلك: وإثمهما أكبر من نفعهما. حب بينهم أن الآثام راجحة عن المنافع المرجوحة، آثام الخمر ومضار الخمر أكثر وأكبر من منافعها. ما هي منافعها؟ من يفعها هو ما يربحه التاجر من ذلك فقط، وهذا لا يوازي في حكم التحريم من حيث المضار ولو جزء قليل، منافع قليلة جدا مع مساوي ومضار كثيرة جدا، ولذلك جاء حكم التحريم للمضرة الراجحة في شرب الخمر. حرم عليهم أولا بين آية لم تكن محكمة في التحريم وإنما كانت تمهد الطريق للتحريم، ثم بعد ذلك نزل قول الله سبحانه وتعالى محرما الخمر في الصلاة، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لأنه جاء أحدهم ليصلي فقال بسورة قل أعوذ قل يا أيها الكافرون سورة الكافرون، فقال: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، عوضا يقول: لا أعبد ما تعبدون. فهذه هذا الخطأ جعل الله سبحانه وتعالى ينزل من فوق سبع سماوات آية حتى يحرم ويحرم الخمر أثناء الصلاة. وتعلمون إذا حرم الخمر أثناء الصلاة ولا يمكن أن تشرب الخمر أثناء الصلاة حتى لا تسكر، فإنك تمتنع عن ذلك كل النهار، فيكون المجال فقط بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. فكان التمهيد تدريجيا تدريجيا إلى أن جاءت الآية التي حرمت الخمر مطلقا من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذه الآية التي حرمت الخمر رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فالاجتناب هنا أمر من الخالق عز وجل، والأمر إذا أطلق يدل على الوجوب، يعني حرام عليكم حرمة مطلقة أن تتناول الخمر، فطلب الفعل في ذلك طلب الكف عن الفعل في ذلك طلب جازم يثاب تاركه ويعاقب فاعله. إذا الخمر حرمه رب العزة تعالى تدرجا مراعاة لحالة الناس لأنهم تعودوا على الخمر حتى حرمها في ثلاث آيات وآية بعد آية. لو قال في البداية حرمت عليهم الخمر لقال الناس: والله ما ننتهي عن فعل الخمر أو عن شرب الخمر، كما قالت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها.
dans les interdictions. On a parlé des obligations. Allah subhanahu wa ta'ala, il a suivi la progression. Mais dans l'interdiction aussi, Allah subhanahu wa ta'ala a fait interdire les choses tout doucement, petit à petit. Il n'a pas interdit les interdictions dans un seul coup, à part entière, mais il a fait interdire l'interdiction tout doucement. Les étapes suivies par le Coran, par exemple, pour résoudre le problème de l'alcool, khamr. En particulier, c'est fait selon une méthode minutieuse, acceptable et progressive. Allah subhanahu wa ta'ala au début, il dit, il t'interroge sur le vin et le jeu de hasard. Dit dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages. Il y a un grand péché, mais quelques avantages pour les gens. Mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. Autant que le péché, il est plus grand, il est majoritaire par rapport à ses effets, ses bienfaits. Minoritaire, c'est l'achat et la vente. Alors il est interdit, il a commencé à mettre les gens dans le cadre de l'interdiction tout doucement, petit à petit. Après, le Coran expliqua ainsi que l'alcool était plus néfaste que bénéfique. Cela incita un grand nombre de croyants à délaisser ses péchés après avoir préparé un peu plus les armes. Et donc, le noble Coran voulut mettre un terme à l'addiction des gens l'alcool et d'interdire l'alcool aux musulmans et de prier en état d'ivresse. Il a interdit au moment de salette, au moment de la prière. Il dit aux croyants, n'approche pas la salette alors que vous êtes ivre. S'il a interdit entre temps dans la salette, dans la cinq prières quotidiennes, on ne peut pas le voir toute la journée. Il reste que le moment de la nuit. Alors il a préparé les gens à quitter ce péché tout doucement, petit à petit. En fait, c'était le verset qui était clair dans l'interdiction de Khamr. Oh les croyants, n'approchez pas la salette, non. Oh les croyants, les vins, les jeux de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination, ce sont une abomination, œuvre du diable, écartez-vous-en afin que vous réussissiez. C'était le verset qui a interdit le Khamr et c'était après deux versets pour montrer le degré d'importance. L'intérêt accordé par Allah Azza wa Jal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam à la progression dans l'interdiction et la progression dans l'obligation qui fait partie de cette souplesse dans la religion musulmane. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للأعمال الصالحات وأن يهدينا إلى قول سبيل وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي كريم والقادر عليه. الحمد لله الذي هدانا إلى تقواه وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جئت رسول ربنا بالحق اللهم لك الحمد لم ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون اعبدوا الله التقبل على المتفلحون وسلوا التوبة والمغفرة والرحمة فهو الغفور الرحيم الذي يعلم ما تسرون وما تعلنون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. في إخوة يلتمسون من أخوتكم أن تدعو لهم بالفرج وبالشفاء وبالصحة وأن يعافيهم الله وأن يشافيهم فلا تنسوهم من صالح دعائكم. دعاء المسلم لظهر الغيب على نجوى بينه وبين ربه في سجوده مستجاب بإذن الله. فلا تقهر حين يأتيك أحدهم يطلب منك الدعاء له فادع له واطلب أنت منه الدعاء لك لأنه لم يعصي بلسانك ولم تعصي بلسانه. فحين لم تعصي بلسانه فقد يقبض الله بما تدعوه بلسانك لأنه لم يعصي به. وحين لم تعصي بلسانه قد يدعو لك لما لم يعصي به الله سبحانه وتعالى بلسانك فيقبل عند الله عز وجل. لا تبخلوا على أخوتكم بالدعاء. وكذلك أخوة يطلبون ويلتمسون منكم الترحم على الموتى فترحموا عليهم رحمكم الله ولا تنسوهم من دعائكم لهم في سجودكم. فنسأل الله أن يرحم الجميع وأن يدير ويشافي الجميع
إنه سميع قريب مجيب. يعني في نهاية المصلي يصير بالفعل الدعاء قريب. يصير بالفعل الدعاء إن شاء الله ضوابط السجود. أنتر فوق الله سبحانه وتعالى. إيش شيء كتير ديموند بالفعل الدعاء قريب. يصير بالفعل بالقلم. Parce qu'il n'a pas fait le péché par talent, il a fait le péché par sa langue. Alors, essayez de demander, solliciter Allah subhanahu wa ta'ala, implorer Allah subhanahu wa ta'ala pour ton frère, pour tes frères, pour les frères, tous et toutes. Laissez Allah al-Mushafiyam wa ya'afiyam. Et aussi, il nous demande de faire des doigts pour ceux qui ont été décédés, soit par des pandémies, soit par des autres causes. Essayez de faire des doigts dans votre sujoud pour les frères et les sœurs. يقول المسلمون المسلمان أبارتيا نسأل الله تعالى أن يشفي الجميع وأن يرحم الموتى إنه قريب سميع مجيب. إن في مجموعة ساعة استجابوا فيها الدعاء فتوجب ربكم دعاء وإنابة عسى أن تكون ساعة من ساعة الاستجابة ونبدأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا معذب بالنار يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع من عين لا تدمع من دعوة لا يستجاب لها ولا ترفع. اللهم يمن كتابنا يسر حسابنا افتح لدعائنا أبواب السماء. اللهم آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فقد نعلم الإخوة في صلاة الجنازة يعني على ثلاثة رجلان امرأتين ورجل وكذلك في صلاة الجنازة ما فيش. طيب صلاة الجنازة مباشرة بعد صلاة إن شاء الله تعالى على رجل ومرأتين. إذا لقيت الجنازة جيت لقيت الجمعة تلقى الفام